سايبر توك هو عبارة عن برنامج توعوي في عالم التقنية، التكنولوجيا وعالم الأرقام. ولما نكون في دولة نسبة التفاعل والاستخدامات فيها توصل إلى 99% من المجتمع، شوف يعني احنا بحاجة يعني ماسة ان نتحول الى المحتوى الرقمي. اي نعم. في المنصات المؤثرين وصناع المحتوى، مو كل واحد عنده 100,000 200,000 مليون وهو مؤثر. انت كاستاذ تدرس محتوى، علشان يوصل لمرحلة صناع المحتوى يحتاج وقت كثير. احنا بزمن العولمة، التكنولوجيا، الارقام، العالم الافتراضي، عالم السايبر. معكم هند الناهض، أتمنى تستمتعون في برنامج سايبر توك مثل ما أنا راح أستمتع. سايبر توك مع هند الناهض.